ناخذ الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه هي variable substitution. بنحط هون فاريبل جديد اسمه يو بيساوي تان ثيتا على هاي طريقه ثالثه. فبستعمل تان نص الزاويه، تان نص الزاويه اللي هي ثيتا هنا. تان نص الزاويه يو بيساوي تان ثيتا على 2. هلا اذا هون اخذنا يو سكوير بتساوي ساين سكوير ثيتا على 2 على كوساين سكوير ثيتا على 2 وتساوي 1 ماينس كوساين سكوير ثيتا على 2 على كوساين سكوير ثيتا على 2. اوكي؟ هلا هذه بدنا نتخلص من الكوساين سكوير. فبناخذ اذا كانك مش متذكرهم كانت تشتغل from first principles. عندي اذا عندي كوساين A بلس B شو بتساوي؟ بتساوي كوساين A كوساين B ماينس ساين A ساين B. نعوض A بتساوي B بصير عندي كوساين 2A بيساوي كوساين سكوير A ماينس ساين سكوير A ويساوي كوساين سكوير A ماينس 1 بلس كوساين سكوير A ويساوي 2 كوساين سكوير A ناقص 1 يساوي كوساين 2A. احنا بدنا نتخلص من الكوساين سكوير فبصير عندي كوساين سكوير A بيساوي كوساين 2A زائد 1 على 2. إذا عوضت محل A الآن ثيتا على 2 بصير عندي كوساين سكوير ثيتا على 2 بتساوي كوساين ثيتا بلس 1 على 2. هاي المعادلة اللي بدنا اياها عشان نتخلص من هدول هون. إذا أخذت هاي عوضتها شو بتصير عندي؟ بتصير عندي 1 ماينس كوساين ثيتا زائد 1 على 2 على كوساين ثيتا زائد 1 على 2. نضرب البسط والمقام في 2 بصير فهذه بتصير هون عندي 2 وهي بتختفي من هون فبتصير 2 ناقص 1 بتصير 1 ماينس كوساين ثيتا على 1 بلس كوساين ثيتا بتساوي يو سكوير. بدي اغيرها بدي اغير الكوساين بتساوي اليو فبنضرب بصير عندي يو سكوير زائد يو سكوير كوساين ثيتا بتساوي 1 ماينس كوساين ثيتا. نجمع التيرمز اللي فيهم كوساين ثيتا بصير عندي يو سكوير بلس 1 في كوساين ثيتا بتساوي 1 ماينس يو سكوير فبتصير كوساين ثيتا بتساوي 1 ماينس يو سكوير على 1 زائد يو سكوير. كل شايف كيف وصلنا لها هاي؟ يو هي عباره عن تان نص الزاويه بس غيرنا عملنا سبستيوشن لفاريبل مختلف. فالمعادلة النهائية بدي أحولها بدلالة يو. إحنا بتتذكروا لو كانت سي زيرو كان بإمكاني أطلع إشي تان ثيتا مضبوط مباشرة بسهولة. بس هون سي مش زيرو فاضطرينا نعمل إشي ثاني. فعملنا تان نص الزاوية. تان نص الزاوية هو يو. فصار عندي كوساين ثيتا بيساوي 1 ماينس تان ثيتا على 2 تربيع على 1 زائد تان ثيتا على 2 تربيع. طيب ساين ثيتا شو بتساوي؟ تساوي جذر التربيع ل 1 ماينس كوساين سكوير ثيتا وتساوي محل هاي بنحط هون فبصير عندي 1 ماينس 1 ماينس يو تربيع على 1 زائد يو تربيع هذا تربيع وهذا تربيع ويساوي بصير عندي هون ساين ثيتا بيساوي جذر التربيع لهاي هون عندي رح يكون 1 زائد يو تربيع تربيع وبعدين عندي الواحد بصير 1 زائد يو تربيع تربيع ناقص 1 ناقص يو تربيع تربيع ويساوي تحت بضل عندي 1 زائد يو تربيع تربيع شو بصير عندي فوق؟ اذا عملنا فكينا هذا القوس بصير 1 زائد يو للقوة 4 زائد 2 يو تربيع ناقص 1 ناقص 1 وبعدين عندي هون ناقص يو للقوة 4 بعدين زائد 2 يو تربيع ناقص يو القوة 4 ناقص 1 زائد 1 بصير عندي 2 مضبوط هذه 2 4 لازم تكون هاي مش هيك؟ لا 4 يو 4 مضبوط 4 يو تربيع فبتصير عندي هاي بتساوي 4 يو تربيع على 1 زائد يو تربيع تربيع بتصير 2 يو على 1 زائد يو تربيع وتساوي ساين ثيتا
ثيتا. صار عندي بقدر احول محل كوساين ثيتا يو ومحل ساين ثيتا يو، مش هيك؟ فتحولت المعادله لالجبريك ايكويشن. شو بتصير المعادله هلا اذا عوضنا هناك محل كوساين ثيتا؟ محل كوساين ثيتا ايش راح اعوض؟ بتصير ايه؟ كوساين ثيتا بتساوي 1 ماينس يو تربيع على 1 زائد يو تربيع زائد بي. محل ساين ثيتا راح احط 2 يو على 1 زائد يو تربيع، وضل عندي هون سي. نضرب الجهتين ب 1 زائد يو تربيع، بتختفي هاي وبتختفي هاي، وبصير عندي 1 زائد يو تربيع. هلا بدي اجمع التيرمز اللي فيهم يو تربيع. هون ايش عندي؟ عندي هون ماينس اي، ماينس اي. اذا اخذت الماينس اي وجبتها على هاي الجهه بتصير مع السي، بتصير اي بلس سي يو تربيع، مش هيك؟ وبعدين عندي معامل يو وين معامل يو؟ في الشغل هذا، بس بدي انقل على الجهه الثانيه بصير ماينس 2 بي يو. واخر شيء بضل عندي الكونستنت. مين الكونستنت؟ رح تيجي عندي اي هون رح تيجي ماينس، فبتصير بلس سي ماينس اي بتساوي زيرو. شو صارت هاي المعادله؟ الجبريك ايكويشن بدلاله يو وفيها ثيتا. بيطلع معي الان يو وبعدين يو بحولها لثيتا، فبتصير عندي يو هون شو بتساوي؟ ماينس بي اللي هي 2 بي زائد ناقص بي سكوير اللي هي 4 بي تربيع ناقص 4 اي سي اللي هي 4 في سي ماينس اي في اي زائد سي، وكله مقسوم على 2 اي زائد سي. 2 بتشطب مع 2 من هون. هي صارت عندي يو، بس يو شو بتساوي؟ تان ثيتا على البيع. مش هيك بقدر احلها واطلع قيمه ثيتا مباشره؟ انكلوزد فور. اوكي؟ في اسئله على هذا الجزء؟